لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، نحن نقرأ مختصر فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة حديث السلام على علي بإمرة المؤمنين على إمامته. قال الرافضي: التاسع ما رواه الجمهور أنه أمر الصحابة أن يسلموا على علي بإمرة المؤمنين، وقال إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال هذا ولي كل مؤمن بعدي، وقال في حقه: إن علي مني وأنا منه أولى بكل مؤمن ومؤمنة، فيكون علي وحده هو الإمام لذلك. وهذه النصوص في الباب. النصوص كذب، وإنها نص في الباب كذب، يعني حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل. ما فيش أضل من الرافضة من الفرق المنتسبة للقبلة أمة الإسلام. يعني شيخ لم يثبت النص، ولو ثبت لا يدل على صحيح الله. يعني زي بالظبط كده سيد المسلمين، فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء الأمة، تبقى هي الإمامة أو هي أفضل من خديجة مثلا. حتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. وقال عن سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. وقال: لا تقولوا المنافق سيدة. إذن غير المنافق يجوز أن يقال إيه؟ سيد. إمام المتقين، أئمة المتقين كتير، وجعلنا عباد الرحمن كلهم إيه؟ أئمة المتقين، وجعلنا للمتقين إماما. قائد الغر المحجلين، كام واحد من قادة المسلمين؟ القادة الخلفاء والأمراء وقادة الجيوش والعلماء، كل دول إيه؟ قادة. والغر المحجلين هم أهل الإيمان والإسلام. هو ولي كل مؤمن، ده احنا بنفترض الصحة، ما كل الحاجات دي حاجات باطلة. ونحن نتولى علي وعلي مولا لنا، وهذه الولاية الولاية العامة، علي مني وأنا منه وهو حق لا شك فيه. جليبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه. سلمان منا أهل البيت على ضعف الحديث. أولى بكل مؤمن ومؤمنة، أولى من الولاية، ونحن بيننا وبين كل المؤمنين ولاية. طبعا الجواب من وجوه: أحدها المطالبة بإسناده وبيان صحته، وهو لم يعزه إلى كتاب على عدده. فأما قوله رواه الجمهور فكذب. كذب، فليس هذا في كتب الأحاديث المرفوعة، لا الصحاح ولا المسانيد ولا السنن وغير ذلك. فإن كان رواه بعض حاطب الليل كما يروى أمثاله، فعلم مثل هذا ليس بحجة، يجب اتباعها باتفاق المسلمين. والله تعالى قد حرم علينا الكذب وأن نقول عليه ما لا نعلم. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الوجه الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وكل من له أدنى معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع، لم يرويه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب يعتمد عليه، لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد المقبولة. طبعا هي طريقة الشيعة إنما تروج على الجهال، لما يقول لهم كده يقوم يقبلوا مثل هذا الضلال الكائن مكذوب. الثالث أن هذا مما لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قائل هذا كاذب والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب، وذلك أن سيد المرسلين وإمام سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، يعني أولى الناس بهذا الوصف. فإن قيل علي هو سيدهم بعده، قيل ليس في لفظ الحديث ما يدل على هذا التأويل، بل هو مناقض لهذا.
لأن أفضل المسلمين المتقين المحجلين هم القرن الأول، ولم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولا إمام ولا قائد غيره، فكيف يخبر عن شيء لم يحضر ويترك الخبر عما هم أحوج إليه وهو حكمهم في الحال؟ ثم القائد يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يقود علي؟ وأيضا فعند الشيعة جمهور المسلمين المحجلين كفار أو فساق، فمن يقود؟ مش هيقود غير الشيعة. ثم كون علي سيدهم وإمامهم وقائدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعلم بالاضطرار أنه كذب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك، بل كان يفضل عليه أبا بكر وعمر تفضيلا بينا ظاهرا عرفه العامة والخاصة والعامة بما فيهم علي رضي الله عنه، حتى أن المشركين كانوا يعرفون منه ذلك. عشان كده أبو سفيان قال إيه؟ أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ مش كده الثلاثة في غزوة بدر، غزوة أحد. فقال لم وسلم كان يقول لا تجيبوا، ما سألش عن عثمان ولا علي. فقال أما هؤلاء فقد قتلوا أو كفيتموهم. فقال له عمر قد أبقى الله لك ما يسوءك، فإن من ذكرت أحيا. إذن عشان كده كفار عارفين إن الثلاثة دول هم إيه؟ الاثنين اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء عليهم عمدة هذه الدولة الإسلامية. وكذلك قوله هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحياة والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان. وأما قوله لعلي أنت مني وأنا منك فصحيح في غير هذا الحديث، قال الأشعريين هم مني وأنا منهم، وقال كما قال علي أنت مني وأنا منك، وقال لجليبيب هذا مني وأنا منه، فعلم أن هذه اللفظة لا تدل على الإمامة ولا على أن من قيلت له كان هو أفضل الصحابة. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة حديثي الثقلين والسفينة على إمامة علي. قال الرافض الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقوم أبي موسى الأشعري، لا الأشعريين غير قبيلة الأشعريين هما من يمنية، قال إن معشر الأشعريين إذا كانوا في السفر أو قل طعامهم بالمدينة، قل طعامهم وإنهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم فاقتسموه بينهم بالسوية، هؤلاء مني وأنا منهم وهؤلاء مني وأنا منهم. فالرسول إيه يعني إنهم عندهم تكافل يكفوا قبيلتهم، فيش حد يبقى جعان فيها. قال فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة حديثي الثقلين والسفينة على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي العاشر ما رواه الجمهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. شوف الإنصاف، طبعا الحديث ده حديث صحيح، أنا نقبله وندل ما على ما يدل عليه. وقال أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ده حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، وهذا يدل على وجوب التمسك بقول أهل بيته وعلي سيدهم، فيكون واجب الطاعة على الكل فيكون هو الإمام. على فكرة التمسك بقول أهل البيت الذين أجمعوا على أن أبا بكر هو الإمام، يعني وأن بكر هو أفضل الأمة، أهل البيت فعلا الذين في زمن أبي بكر كلهم كانوا على بيعة أبي بكر، وسيدهم علي رضي الله عنه كان على ذلك، وفي عهد عمر وفي عهد عثمان كان علي رضي الله عنه يقر خلافة عمر وخلافة عثمان.
الجواب من وجوه. أحدها أن لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، هو رجع من حجة الوداع، فقال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله، وهكذا جاء في غير هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة الوداع لما خطب يوم عرفة وقال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وإنكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. أما قوله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، هذا رواه الترمذي وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه وأضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح، وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلاله. الحديث ده حديث حسن أيضا بطرقه، ثم إن تسميتهم ثقل ده ورد في صحيح مسلم، ثقل يدل على أنهم لا يجتمعون على ضلاله. رسول ترك فينا أهل بيتي وليس أحد أهل البيت، زي ما ليس أحد الخلفاء الراشدين يكون قوله حجة، ولكن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فسنة الخلفاء الراشدين المهديين حجة ما أجمعوا عليه إجماع الخلفاء الأربعة لو ثبت بأسانيد صحيحة عنه، وإجماع أهل البيت إذا ثبت حجة، ولكن في الحقيقة لا يثبت، لأن أهل البيت ليسوا فقط نسل فاطمة من الحسن والحسين فقط، لا ليس كذلك، بل من حرمت عليهم الصدقة، وجمعوا أقوال هؤلاء حتى نعلم الإجماع لا يكاد يحصل، وإنما ينقل الإجماع بالباطل الرافضة والزيدية، يقولون أن هذا قول العترة على طريقتهم ليس على بالأسانيد الثابتة عن هؤلاء، فما فائدة هذا إن لم يكن يعني هذا الأمر ممكنا؟ فائدة هذا معرفة شرفهم وفضلهم وأنهم ثقل تثبت الأمة بوجوده، وأنهم دائما وقد انتشر انتشارا عظيما لا يزال فيهم قائل بالحق قائم به، يعني أهل البيت لن يعدم منهم قائل بالحق ولن يعدم منهم مجتهد قائم بالحق قائل به. لذلك نقول أن هذا ليس دليلا على إمامة علي، وإنما دليل على حجية إجماع أهل البيت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شأنهم وذكرهم الله في رعاية حقهم، وذلك لما يعني يحتمل الأمر أن يكون علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من ينتهك حرمة أهل البيت. يقول وقالوا ونحن نقول بذلك، لما الطائفة من أهل العلم كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره. هي المسألة دي
مسألة مش مشهورة عند أهل السنة، أكثر المذاهب لا يقولون بها، ولكنها رواية في مذهب أحمد وغيره، اللي هو إيه؟ إجماع أهل البيت إيه؟ حجة. ولكن الحديث طالما حسن بطرقه فهو حجة، يدل على أن أهل البيت لن يتركوا في مجموعهم كتاب الله. قال: لكن أهل البيت لم يتفقوا ولله الحمد على شيء من خصائص مذهب الرافضة، بل هم المبرؤون المنزهون عن التدنس بشيء منه. وأما قولهم مثل أهل بيتي أو مثل مثل سفينة نوح، فهذا لا يعرف له إسناد صحيح، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات، فهذا مما يزيده وهناء. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عترته: إنها والكتاب لن يفترقا حتى رد عليه الحوض. هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن إجماع العترة حجة. وهذا قول طائفة من أصحابنا، وذكره القاضي في المعتمد، معتمد مذهبي. لكن العترة هم بنو هاشم كلهم، ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم، وعلي وحده ليس هو العترة، وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته، بل أئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر في الإمامة والأفضلية. والصح أن نحن نقول أئمة العترة علي، لأن إمام العترة قبل ابن عباس إيه؟ علي رضي الله عنه. وكذا قوله المقطوع به أنه بايع أبا بكر رضي الله عنه، وبايع عمر رضي الله عنه، وبايع عثمان رضي الله عنه، ولم يكن مكرها، بل هو الذي فوض الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، وقال له ابنه محمد بن حنفية كما رواه البخاري لما سأله: أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها؟ فقال: أو ما تعلم يا بني؟ قال: أبو بكر. قال: لا، قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. لا أودى لأحد. ده بس ده اسناده في نظر اللي فده في البخاري، اللي في نظر ده اللي هو خطب على منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلون على بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80. لكن بيروى في السيار كما تروى كل السيار. الوجه الرابع أن هذا معارض بما هو أقوى منه، وهو أن إجماع الأمة حدة بالكتاب والسنة والإجماع، والعترة بعض الأمة، فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة، وأفضل الأمة أبو بكر كما تقدم ذكره وياتي. كلام سريع. إذا الأمة أجمعت على تقديم أبي بكر، يبقى من ضمنهم مين؟ العترة. العترة مجمعون على تقديم أبي بكر، يبقى الإجماع الصحيح للعترة أنه إيه؟ أن أبا بكر هو الإمام. فصل في إبطال دعوى الرافضي إمامة علي بأحاديث مكذوبة في محبته. قال الرافضي: الحادي عشر ما رواه الجمهور من وجوب محبته وموالاته، روى أحمد بن حنبل في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما فهو معي في درجتي يوم القيامة. وده من أكذب الكذب. درجة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد.
صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأنبياء وأولو العزم الرسل منهم لا يصلون إلى درجته. روى ابن خالويه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمسك بقصبة الياقوت التي خلقها الله بيده ثم قال له كوني فكانت فليتولى علي بن أبي طالب من بعد. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: حبك إيمان وبغضك نفاق. ده ثبت في الصحيح بس مش في اللفظ ده. وأول من يدخل الجنة محبك، أو بدأنا في الكذب بقى. وأول من يدخل النار مبغضك، وقد جعلك الله أهلا لذلك فأنت مني وأنا منك ولا نبي بعد. وعن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد علي وهو يقول هذا ولي وأنا ولي، عاديت من عاديت وسالمت من سالم، عاديت من عادى وسالمت من سالم. كل هذا من الكذب. وروى أخطب خوارزم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل من عند الله بورقة خضراء مكتوب فيها بياض: إني قد افترضت محبة علي على خلقي فبلغهم ذلك عني. والأحاديث في ذلك لا تحصى كثرة من طرق المخالفين، وهي تدل على أفضليته واستحقاقه للإمام. والجواب نجوه أحدها المطالبة بتصحيح النقل، وهيهات له بذلك. وأما قوله رواه أحمد فيقال أولا أحمد له المسند المشهور وله كتاب مشهور في فضائل الصحابة روى فيه أحاديث لا يرويها في المسند لما فيها من الضعف، لكونها لا تصلح أن تروى في المسند لكونها مراسيل أو ضعافا بغير الإرسال، يعني بسبب آخر غير الإرسال. ثم إن هذا الكتاب زاد فيه ابنه عبد الله زيادات، ثم إن القطيعي الذي رواه عن ابنه عبد الله زاد عن شيوخه زيادات، وفيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة. وهذا الرافضي وأمثاله من شيوخ الرافضة جهال، فهم ينقلون من هذا المصنف فيظنون أن كل ما رواه القطيعي أو عبد الله قد رواه أحمد نفسه، ولا يميزون بين شيوخ أحمد وشيوخ القطيعي، مع أن هذا الحديث الأول من زيادات القطيعي رواه عن نصر بن علي الجهضمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. والحديث الثاني ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع. وأما رواية ابن خالويه فلا تدل على أن هذا الحديث صحيح، مجرد روايته باتفاق أهل العلم. وكذلك هو رواية خطيب خوارزم، فإن في روايته من الأكاذيب المختلقة ما هو من أقبح الموضوعات باتفاق أهل العلم. الوجه الثاني أن هذه الأحاديث التي رواها ابن خالويه هي وراء بعضها دي كذب موضوعة عند أهل الحديث. وكذلك قوله أول من يدخل النار مبغضك، فهل يقول مسلم إن الخوارج يدخلون النار قبل أبي جهل ابن هشام وفرعون وأبي لهب وأمثالهم من المشركين؟ وكذلك قول أول من يدخل الجنة محبك. وبرضه شيخ ممكن يرد على الجزئية دي هو مش ثابت أصلا. يقول فهل يقول عاقل إن الأنبياء والمرسلين سبب دخولهم الجنة أولا هو حب علي دون حب الله ورسوله وسائر الأنبياء والمرسلين، وحب الله ورسله ليس هو السبب في ذلك؟ حد يقول كده؟ عاقل كده يقول؟
فصل في احتجاج الرافضي بأحاديث تكفر من خالف عليا وبيان بطلانها. أعوذ بالله. عندنا حديث متفق عليه تقتل عمارا فئة باغية، يبقى ده دليل ان اللي قاتلوا عليه مش خلفوه من المؤمنين، لان ربنا قال وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فيه فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. يبقى وعليه كان بيحتج بذلك على قتال من خالفه ان هم بغوا عليه، وفي نفس الوقت تشهد الايه لهم ان هم ايه مؤمنين، يبقى ازاي تكفروا؟ قال الرافضي الثاني عشر روى اخطب خوارزم بإسناده عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناصب عليا الخلافة فهو كافر وقد حارب الله ورسوله ومن شك في علي فهو كافر. وعن يعني كذب مجرد. وعن أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى علي مقبلا فقال أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة. أعوذ بالله من الكذب. وعن معاوية بن حيدة القشيري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي من مات وهو يبغضك مات يهوديا أو نصرانيا. والجواب من وجوه، أحدها المطالبة بتصحيح النقل، وهذا على سبيل التنزل، فإن مجرد رواية الموفق أو الموفق خطيب خوارزم لا تدل على أن الحديث ثابت. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لو لم يعلم ما في الذي جمعه من الأحاديث من الكذب والفريه. فأما من تأمل ما جمع هذا الخطيب فإنه يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني خطيب خوارزم ده جمع أحاديث مكذوبة باتفاق. الثاني أن كل من له معرفة بالحديث يشهد أن هذه الأحاديث كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه الأحاديث إن كانت مما رواه الصحابة والتابعون فأين ذكرها بينهم؟ ومن الذي نقلها عنهم؟ وفي أي كتاب وجد أنهم رووها؟ ومن كان خبيرا بما جرى بينهم؟ علم بالاضطرار أن هذه الأحاديث مما ولدها الكذابون بعدهم وأنها مما عملت أيديهم. الوجه الرابع أن يقال علمنا بأن المهاجرين والأنصار كانوا مسلمين يحبون الله ورسوله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويتولاهم، وأن أبا بكر والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من علمنا بصحة شيء من هذه الأحاديث. فكيف يجوز أن يرد ما علمناه بالتواتر المتيقن بأخبار هي أقل وأحقر من أن يقال لها أخبار أحد لا يعلم لها ناقل صادق؟ بل أهل العلم بالحديث متفقون على أنها من أعظم المكذوبات، ولهذا لا يوجد منها شيء في كتب الأحاديث المعتمدة، بل أئمة الحديث كلهم يلزمون بكذبها. الوجه الخامس أن القرآن يشهد في غير موضع برضا الله عنهم وثنائه عليهم، كقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وطلحة والزبير من السابقين الأولين، ومعاوية ممن تبعهم بعد ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فمن الذي يكفر لخلاف عليه؟ هذا من أبطل البطل. ثم إن علي كان يصلي على قتل الطائفتين، فإذا كان عليه لا يكفرهم وقد قاتلوه فكيف تكفرونه أنتم؟ الوجه السادس أن هذه الأحاديث تقدح في علي وتوجب أنه كان مكذبا بالله ورسوله، فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم هو وغيره، لأنه ما التزمش بالتكفير. أما الذين نصبوه الخلاف فإنهم في هذا الحديث المفترى كفار،
وأما علي فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص بزعمكم يعني، بل كان يجعلهم مؤمنين مسلمين، وشر من قاتلهم علي هم الخوارج، ومع هذا فلم يحكم فيهم بحكم الكفار، بل حرم أموالهم وسبيهم. الكلام ده هنا ابن تيمية بيقولوا كده، هنا اللي في الفتاوى بيقول إن عليا خمس أموال الخوارج، وهذا ليس بصحيح. يعني خمسها يجعلها غنيمة، وهذا ليس بثابت. أما سب نسائهم وذراريهم فاتفاقا لم يقع، لم يرويه أحد. أما مع طلحة والزبير وأهل الشام قطعا لم يسب لا نساء ولا ذرية ولا أخذ أمواله ولا خمس أمواله. يقول الخوارج حرم أموالهم وسبيهم، وكان يقول لهم قبل قتالهم إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من فيئنا. ولما قتله ابن ملجم قال إن عشت فأنا ولي دمي، ولم يجعله مرتدا بقتله. وأما أهل الجمل فقد تواتر عنه أنه نهى أن يتبع مدبرهم، وأن يجهز على جريحهم، وأن يقتل أسيرهم، وأن تغنم أموالهم، وأن تسبى ذراريهم. نهى عن كل ذلك، هو اللي نهى. فإن كان هؤلاء كفارا بهذه النصوص فعلي أول من كذب بها، فيلزمهم أن يكون علي كافرا. وكذلك أهل صفين كان يصلي على قتلاهم ويقول إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف، ولو كانوا عنده كفارا لما صلى عليهم ولا جعلهم إخوانه ولا جعل السيف طهرا لهم، بل السيف يخلصنا من الكفار، كيف يكون طهرة؟ وليس المقصود هنا الكلام في التكفير، بل التنبيه على أن هذه الأحاديث مما يعلم بالإضرار أنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مناقضة لدين الإسلام، وأنها تستلزم تكفير علي وتكفير من خلفه معا يعني الاثنين، وأنه لم يقلها من يؤمن بالله واليوم الآخر فضلا عن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إضافتها والعياذ بالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القدح والطعن فيه. ولا شك أن هذا فعل زنديق ملحد لقصد إفساد دين الإسلام، فلعن الله من افتراها، وحسبه ما وعده به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.